سمعت بعض الناس يقول بأنه لا يجوز التقطيع في قراءة سورة الأنعام، بمعنى أنه يجب أن تقرأ دفعة واحدة دون ترك جزء منها لوقت آخر، فما حكم ذلك العمل؟ وهل وردت أقوال في فضل سورة الأنعام؟ جزاكم الله خيرا. لا أصل لهذا الكلام، وهو لا يجوز التقطيع، بل المسلم يقرأ ما تيسر من القرآن من سورة الأنعام وغيرها، له أن يكملها وله أن يقرأ بعضها، ولا شك أنه إذا أكملها أو أكمل غيرها من السور أو ختم القرآن كله هذا أفضل، لكن يجوز أن يقرأ بعض السورة ويتوقف عن الباقي. قوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه، إلا سورة الفاتحة إنه يلزم إتمامها في الصلاة، لأنها ركن من أركان الصلاة، ولا يجوز قراءة بعضها وترك بقيتها. أما ما عداها من السور فيجوز أن يقرأ في الصلاة في بعضها وخارج الصلاة أو يكملها، هو بالخيار، ولكن إكمالها لا شك أنه أفضل. أما عن فضائل سورة الأنعام خاصة فأنا لا أعرف شيئا من ذلك، ولكن سورة الأنعام سورة عظيمة، ذكر الله فيها أمور الاعتقاد والتوحيد، والرد على أهل الجاهلية بما أحلوا وحرموا بغير علم وبما يقومون به من الوثنيات. الله جل وعلا في هذه السورة ذكر أشياء عظيمة من الأحكام الشرعية والأحكام الفكرية وأحكام العقيدة والنهي عن الشرك والرد على المشركين، هذه سورة عظيمة بلا شك ما تشتمل عليه من الأحكام العظيمة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.